اليوم عندنا واحد معارض اول لجائزه بنو بطوطه لاعاده في فن التدوير والابتكار. كانت الفكره اوليه انه خصنا كيفاش المشكل التراكم النفايات كنشوف في الاحياء الشعبيه اللي كنتميو لها او في المدينه ديال تطوان بصفه عامه، وكانت في اطار دعم مشاريع ديال مساهمه دعم مشاريع وزاره الشباب والرياضه، قدمنا احنا طلب مشروع دعم مشروع فتم يعني الموافقه عليه من وزاره الشباب والرياضه، وكان الدعم ديالنا في هذا المشروع هذا باش نحسوا واحد الفئه كبيره من بالاخص كانوا ركزوا على الطفل وعلى الشباب. المعارض المنتوجات كانوا في مستوى انا بالنسبه لي اللي كان لجنه التحكيم ما كرهتش نعطيهم النقاط كاملين على حسب لوح المجهود. كاين منتوجات في المستوى، كاين اللمسه الفنيه ديال الاطفال، كاين يعني كاين يعني كاين الحفاظ على البيئه بالنسبه للمنتوجات اللي كنستهلكوهم بزاف، وهذه يعني دخلوهم في هذا المعرض هذا. احنا كنمثلوا مؤسسه مركز اقصى رياض الاندلس التابع للعصبه المغربيه لحمايه الطفوله فرع تطوان. بما ان المؤسسه ديالنا التعليميه حتى هي مهتمه بهذا الموضوع هذا لاعاده التدوير، وعندنا الحمد لله نادي البيئه في المؤسسه ديالنا، وكل يوم عالمي كنحتفلوا بهذا اليوم وكنقوموا بمعارض على صعيد المؤسسه في إعادة التدوير. وكذلك عندنا مساحات خضراء اللي كنهتموا بها وكنحاولوا دائما أننا نحافظوا عليها باش نربيو أجيال من منذ الصغر على هذه التربية البيئية. الهدف ديال المشاركة ديالنا في هذا المعرض هو أن نقلوا من النفايات ونحاولوا أن التدوير هو دور مهم في حياة ديالنا بأكملها، يعني ماشي بدورة أنه يكون في المؤسسات ولا في الجمعيات. بهذا حنايا شاركنا في هذا المعرض باش نحققوا ويكون الهدف ديالنا أن نقللوا هذاك من النفايات في المجتمع ديالنا اللي كنشوفوها أنه ظاهرة وكيشكل خطر مستقبل على كوكب الأرض بصفة عامة. النشاط ديال التلاميذ الصغار اللي عندهم نادي البيئه في المؤسسه التعليميه ديالهم كيدل على الاهتمام المؤطرين والمؤطرات باش يعملوا تربيه بيئيه. كاين التربيه اخلاقيه، تربيه علميه، كاين التربيه بيئيه حفاظا على بيئه الوطن ديالنا الحبيب المسمى بالمغرب. يعني كانت فكره ديال اللجنه المنظمه يعني فكره ممتازه انها فتحت المجال للابداعات ديال التلاميذ باش يبرهنوا ويبينوا على انهم منخرطين في هذه العمليه هذه ديال تدوير النفايات، الاهميه ديالها والدور ديالها الحيوي من اجل حمايه البيئه. كنحيوا بارس تطوان الحضور ديالها معنا والدعم ديالها اللي كتقدموا لنا في التغطيه الاعلاميه الصحفيين هذا النشاط هذا.